ندرة السلع والاحتكار، ثنائية كانت تطبق فكيها على المواطن كل شهر رمضان. هذا العام تنفس المواطن الصعداء، أين ساهمت الأسواق الجوارية في توفير السلع من المنتج للمستهلك، فكانت بحق أسواق رحمة في شهر الرحمة. لا فيهم الرحمة، فيهم الرحمة، نشرينها ودوابية كاين رحمة خير من في برا شوية غاليين، كاين تجور السومة ماشي كيف السومة راهي معقولة هنا على حساب شوفة. ما حاجة مليحة داروها، حاجة مليحة زوالي يقدر يجوز رمضان، أيام تاع رمضان تاعو ملاح شوية. ناقصين شوية بزاف على برا، تما الزوالي يقدر يعيش. كاين ما شاء الله ما شاء الله. يعني كل السلع. لا ما شاء الله، مازال مخصوصين شوية بصح مازال شوية. ومدى بكم هذه المبادرة تولي على العام؟ مدى بينا لو كان غير تقعد على العام. لا مدى بينا. العام تساعد مليح. وواحد الدولة دارت حاجة مليحة خمت على الزوالي. الأسواق الرمضانية ساهمت في كسر الاحتكار وغلق الباب أمام بعض التجار الجشعين الذين كانوا يستغلون شهر رمضان للربح السريع، كما وفرت هذه الأسواق المواد واسعة الاستهلاك للمواطن البسيط. السلعة كاينة متوفرة، اللحمة كاين، الحليب كاين، كمام لبس متوفر حالها، فيها رحمة بارا حوانت الأخرين، فيها رحمة شوية. هاني دورت وشفت فيها رحمة. ماذا بينا على العام؟ هذا ما دبينا حوايجك على العام، ماشي غير مناسبة رمضان هكذا ولا مناسبة، ما دبينا على العام. على الزوالي كيجي ينقص شوية هكذا فيها، لا إن شاء الله ما دبينا تكون على العام هكذا، ماشي غير مناسبة رمضانية برضه. دواوين وزارة الفلاحة هي الأخرى أنشأت نقاط بيع معتمدة لبيع الحليب ومشتقاته، الحبوب، اللحوم الحمراء والدواجن، حيث وجد فيها المواطنون ضالتهم بأرخص الأسعار. إن شاء الله يبقى هذا البيع كما راه، إن شاء الله يا رب نتمنى يقعد هكذا ولا قاعد هكذا. لا بس دواء هكذا، اللحم 20,000 70,000، طوماطيش كل خير كاين، إن شاء الله تريح كما هكذا. وكاين دي سوسيتي اللي كيما نقولوا تاع الدجاج، كاين كيما هي، لو كان يكونوا بالكثره خير، باسكو لا كونتيتي قليله شويه، لا كونتي لا دوموند بزاف ولوفر قليله، هذه هي. والاسعار سي دي بري فيكسي بار ليطا، يعني لي بي سي دي بري ملاح، كيما الحم 120,000 باسكو برا هو سي 220,000 200. الاسواق الرمضانيه او اسواق الرحمه كما تعرف في الاوساط الشعبيه، ساهمت منذ بداية شهر رمضان في تخفيف الأعباء على المواطنين وغلق الطريق أمام المحتكرين من خلال ضمان وفرة السلع بأسعار مناسبة.